السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض النهاردة الساوند. هنضيف ازاي نضيف الساوند. الساوند يا جماعة مرتبط في الجيم انجن بتاع البندر، مرتبط بالكاميرا قوي. يعني مثلا وليكن احنا عايزين نضيف هنا ساوند، فانا عايز اقول لده ان عايزك دايما تبقى مشغل الساوند ده، ونقول له الساوند، نختار الساوند بالشكل ده كده، هنعمل كده، نختار الساوند بتاعنا اللي احنا هنحطه، وهو بيقرا امتداد ويف او امتداد ام بي 3. تمام، احنا قلنا له دايما ان الساوند ده يبقى شغال، هنيجي نضغط بيه من الكيبورد. طب نقعد بس شوية، انا حاطط صوت مية. تمام، نضغط بيه من الكيبورد. المحزون معايا الصوت شغال، ولكن الصوت هيتغير جدا اكتر وكده، والصوت راح واقف. معناه ايه؟ معناه ان الصوت انتهى. طيب انت عايز الصوت ده ما ينتهيش، لازم تيجي هنا بدل ما هو بلاي ستوب تقول له لوب اند، هيفضل يشغل الصوت باستمرار. تمام، انا كنت بقول لكم ان الصوت دايما مرتبط ارتباط كبير جدا بالكاميرا. يعني لو جيت عند الكاميرا كده وعملت وضغطت، الصوت عندي شغال مفيش اي مشاكل خالص. الصوت عندي شغال مفيش اي مشاكل، بس لو جيت انا اقول له شغل ال 3 دي ساوند او فعل ال 3 دي ساوند، معناه ان انا بقول له ان الصوت يبقى مرتبط بالكاميرا، لما الكاميرا تقرب يبدأ الصوت يظهر. فاهمني؟ زي كأنك حاطط مشغل حاجة وحاططها في آخر البيت، شغل صوت وحطه في آخر البيت وانت في أول البيت، فطبيعي ان انت مش هتبقى سامع الصوت قوي، بس كل ما تقرب هتسمع الصوت. تمام، يعني لو ضغطنا كده هتلاحظ ان الكاميرا مفيش اي حاجة خالص. طب ناخد الكاميرا دي نقول له لوك سكرين، ونقرب بالكاميرا بتاعتنا وعليكم كده كده مثلا، ونقول له بي، الصوت بدأ يظهر. نقرب اكتر، بي، الصوت بدأ يظهر اكتر. تمام، فاهمين الفكرة؟ طبعا الناس دي هتقول لي طب ده هيستفاد، هنستفاد منه في ايه؟ ده هنستفاد منه ان انا ممكن اربط الكاميرا ديت بالكيوب ده. لو انا جيت عند الكيوب ده وقلت له شيفت، وقلت له شيفت او اس كورسر سيلكتد، وبعدين شيفت او اس سيلكشن تو كورسر، وبعدين هرفعه بس لفوق واقول له الت ار بالشكل ده كده. تمام، وبعدين هعمل كده، اخلي ده 90 درجة. اوكي، و هنعمل ده كده بس، ثواني، اضغط صفر من الكيبورد، افعل ده عشان اقدر اتحكم في الكاميرا بتاعتي كده. تمام، ايوه بالظبط كده، هو ده اللي انا عايزه. تمام، هاجي اقول له كده، اضغط شيفت على الكاميرا واختار الكيوب، واقول له كنترول بي، هربط الكاميرا بالاوبجكت عشان الاوبجكت ده لما يجي يتحرك، لما يجي يتحرك تتحرك الكاميرا معايا. هضغط بي، اضغط صفر من الكيبورد وبعدين بي، هتلاحظ معايا ان الكاميرا بتتحرك. بس انا هاجي عند الدي هنا، ده الدي اهو، وهخلي ده 2 او سالب 2، هو كان سالب 5 فانا هخليته سالب 2، واجي اللي تحتيه على طول اللي هو احنا كنا عاملينه برضه، ده هتلاقيه الاي اكيد، هنخليه 2. فبالتالي بس عشان يقلل معايا شوية من حركة الدوران، فأنا ملاحظين معايا، أنا هقرب، كل ما أقرب من الكيوب هبدأ أسمع صوت المية. لو أنا عليت شوية ده صوت المية، لو أنا رجعت كل ما أرجع ماشي، صوت المية دلوقتي مش ظاهر قوي. طيب كل ما أقرب، إحنا غلطانين، كل ما أقرب بالشكل ده صوت المية عمال يظهر معايا. تمام، خدتوا بالكم الحته دي؟ طيب في حاجه، انا لما خدت ده هو بعت رساله تقريبا، والرساله دي انا خدتها لقيته ضاف 10 على 10 اللي موجوده. لا، احنا عايزين تفضل 10، فبدل ما هنقول له ضيف يقول له حط لنا دي مكانها 10. بمعنى ايه؟ هنشوف الرساله اللي طالعه. الرساله طالعه اسمها ريتشارج، هنيجي نبص على النمبر هنا هتلاقي في حاجه اسمها هي دي، صح، هي دي الريتشارج بتاعتنا. بدل ما انا اقول له ادد هقول له اساين، فعلشان بدل ما يضيف العشرة على عشرة ويبقوا 20، لا انا هقول له اساين، خليها 10. تمام، فبالتالي هتبقى هي 10. يعني لو انا جيت اقول له مثال ليفل، وجيت اقول له بي من الكيبورد واشوف الدنيا ماشية ازاي كده، لو انا مثلا ضربت مثلا طلق، مجرد ما اخد دي هيبقوا 10 برضه. تمام، طبعا هتلاحظ معانا ان التي اي اس اتحول ل 13. طبعا انت ممكن تظبط الموضوع دوت مع
موضوع التي اس، يعني في حاجات كده انت ممكن تظبطها مع نفسك، بس انت تفهم المبادئ الأساسية عشان تقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها. تمام. طيب الصوت، طبعا الصوت احنا ممكن نيجي نقول له مثلا ممكن نحط صوت على الباب، بس طبعا انا مش عندي صوت باب، بس انا بقول لكم ممكن نحط صوت على الباب ونقول له لما نقر لما الاي لما الكيو بيقرب منك، او لما المتغير معين يقرب منك يحصل ايه؟ يحصل ان الصوت ده يشتغل مثلا. يعني انا بقول لكم الفكرة بتاعتها عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. طيب احنا هنعمل لود منيو. لود منيو هنعمله بسيط جدا، هنيجي هنا نقول له اد نيو، وهنقول له لود. تمام. هنضغط شيفت و ام من الكيبورد، هننزل كاميرا الت ار، كاميرا دي تبقى فوق، هنخليها ارسو، نضغط صفر بالشكل ده كده. طيب هنقول له شيفت و ام من الكيبورد، هننزل بلين، هنعمل كده صغر البلين بتاعتنا كده، وهنعمل كده. اوكي، ده البلين بتاعتنا. تمام، ده اللي هو عملية اللود اللي هتحصل. تمام. هنفهم الدنيا ماشية ازاي. الاول عايزين هنيجي نخلي البيفوت ده، دلوقتي انا عايز اعمل اللود ان هو ان لما اجي يصغر يبدأ يتناقص من هنا لحد ما يوصل هنا. تمام. فانا هضغط تيب اخلي البيفوت بتاعي شيفت كورسر سيلكتد، وبعدين تيب تاني، وبعدين الت كنترول شيفت وسي، واقول له اوريجينال تو 3 دي كورسر، او اوريجينال تو 3 دي كورسر، او ممكن اجيبها من هنا، هتلاقي هنا موجود عندك اوريجين تو 3 دي كورسر اهي. تمام. هيبقى عندك بالشكل ده. فانا لما اجي اقول له اس واجي اصغر هتلاقيه بيصغر معايا بالشكل ده كده. تمام. طيب هنيجي هنا، انا عايز اصغر، عايز اصفر، يعني اخلي السكيل كله واحد، هقول له كنترول ايه من الكيبورد وهقول له سكيل، فبالتالي هيخليهم لي كلهم واحد بالشكل ده كده. هنيجي عند قائمة انيميشن، ونيجي نختار من واحد لحد، نقول له مثلا لحد 100. ماشي. تمام. من واحد لحد لعند 100. ماشي. هنقول له هنا فين اللود. التاني ظهر معايا. تمام. هنقول له من واحد لعند 100، هنعمل كده. ونقول له اي من الكيبورد هنا، نقول له اي، ونقول له سكيلينج، انا عايزه يعمل التصغير في السكيلينج. واجي عند 100 هنا واقول له اس، واعمل كده صفر، اضغط صفر وبعدين اضغط انتر، فبالتالي هو صفرها لي خالص. واقول له اي من الكيبورد واقول له سكيلينج، فلما تيجي تبص هنا هتلاقي دي ماشيه كده. تمام. بس في حاجه، ده عندي هنا في تسارع وتباطؤ، وانا مش عايز التسارع والتباطؤ. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الدروس دي في الانيميشن، احنا عايزينه لما يجي يظهر مش يبقى بطيء، يعني مش يبقى بطيء وبعد كده ايه يبقى سريع وهكذا، لا احنا عايزينه كله يبقى مستوى واحد في الانيميشن. هنعمل عليهم كلهم كده ونغطيه من الكيبورد واقول له لينير. تمام. فبالتالي هيبقى كله مستوى واحد من الانيميشن، ما فيش حاجه بطيئه وحاجه ايه وحاجه سريعه. اوكي، عندي بالشكل ده. طيب هنروح نبص على طبعا ده هنسميه مثلا نختار هنا من نختار الاكشن اديتور، ونيجي هنا هنسميه لود. اوكي. ماشي. لا صح كده، هنسميه لود. تمام. هنيجي عند الجيم لوجيك ونبدأ نحط اللود بتاعنا. هنقول له دايما اعمل ايه، هنقول له هات الانيميشن بتاعنا، احنا كنا قبل كده الاكشن بتاعنا، الاكشن اهو، ودايما شغل الانيميشن بتاعنا. الانيميشن بتاعنا هيشتغل من ده، احنا عايزين اللود طبعا نستارت واحد، نستارت واحد لحد 100. طيب نضغط بي من الكيبورد، نضغط بي من الكيبورد، هتلاحظ ان هو ده بيعمل معايا كده، بيعمل معايا عملية لود بسيطة جدا. هو وقف ليه؟ ايه المشكلة اللي وقفت دلوقتي؟ ايه ده؟ غريبة.
انيميشن واحد. ده لحد 250. هنختار ده كده ونقول له عايزين نحطهم في 100. فين؟ انا اخترتهم، هقول له هنا 100 عشان يبقوا في 100 بالظبط. تمام. طيب هو الانيميشن ممكن يتحط هنا كله والله. يلا كده سحبناهم كلهم خليناهم في 100. تمام. طيب هنروح للجيم لوجيك ونقول له ونشوف. لازم الاول الجيم لوجيك هيبدأ يشغلنا، بس احنا عايزينه يبقى ظاهر قدامنا. عشان ايه هنعمل كده؟ عشان يبقى ظاهر قدامنا بس. نقول له جيم لوجيك بالشكل ده كده، هيبقى ظاهر معانا بالشكل ده. تمام. هو نازل، فاحنا ممكن نقول له اشتغل كل واحد فريم، فبالتالي هو هيشتغل بالشكل ده كده. تمام. اوكي. طيب احنا ممكن طيب في حاجة مبدئيا، احنا ممكن نربط دوت بالزرار يعني بضغطة، او مثلا لو انت عايز تربطه بمسج يوصله لك بحيث ان انت تقلل فاليو معين. انا هقول لكم الفكرة بتاعتها ماشية ازاي. تمام. فاحنا قلنا له هنا always. تمام. always. تمام. وهنيجي نختار هنا حاجة اسمها هنختار الماوس مثلا، وهنختار property. بس في حاجة لازم، ده نحط له بروبرتي هنا، هنخلي البروبرتي ده انتجر وهنخليه 100. تمام. وهخلي بدل ما هو بلاي، لا انا هخليه يرتبط بالبروبرتي بتاعتنا اللود والبروبرتي اللي موجوده، علشان اربط ده بال100 اللي موجوده دي، بحيث ان انا لو مثلا عايز اعمله كصحه مثلا، يعني بدل ما احنا حاطين ارقام ممكن نحط حاجه عامله زي الهيلث كده. تمام. وهنقول له مثلا اد بروتين، ونقول له مثلا -10. خلي بالك انا مخليه يستقبل هنا ضغطة الماوس. تمام. ممكن نعمل كده مثلا، نقول له بي ده، نقول له بي. هو ايه في حاجة بتحصل غريبة. ده عدد -10 دي 100، وده هو اللي بيحصل فيه ده. طيب مش نعمل كده نشوف. طيب احنا ممكن نبص على حاجة بس بسيطة كده، نيجي عند الانيميشن وهنيجي عند ده، نعمل كده وده، هنعمل كده. تمام. ده عنده 100. اوكي. نروح نشوف، انا عكست الانيميشن بس. تمام. نروح نشوف كده جيم لوجيك نشوف. كده ظاهر معايا اهو. تمام. كده ظاهر معايا هو، بس كانت فكرة ان انا عايز اعكس الانيميشن علشان اعمل له عملية تناقص. تمام. فاهمين الفكرة؟ احس ان الدنيا هتبقى متلخبطه شويه، بس هتبقى واضحه اكتر. انا عملت كده. طيب ممكن نقول له هنا تيب ما بينقصش منه 10، اد بروب ده نختار، اخترنا هنا لود بروب ده، نختار ده كده. كان لازم نقول له ان هو يشتغل كل فريم. تمام. طبعا احنا ممكن نخليه على فكرة صفر، يعني نقول له بي. كل ما اضغط كل ما بيحصل معايا عملية تساقط، عملية تناقص بالشكل ده. الموضوع دوت مهم جدا في موضوع الهيلث. تمام. انت ممكن تحطه كهناك بدل ما يبقى الماوس اللي بيجي هنا،
لا، يبقى هو عملية التصادم اللي بتحصل مع الكاركتر تبعت مسج، المسج دي تبقى بدل الماوس اللي موجود هنا، بدل الليفت باتون، تمام؟ فهي اللي تعمل معانا الامر ده. فبالتالي كل ما الكاركتر يتصدم بحاجة بطلقة مثلا، هتبص تلاقي الهيلث بتاعته بتقل، بدل ما بتقل في الارقام لا هتقل، ما هتقل معانا كمان في الايه، في عملية اللود اللي موجود، تمام؟ ولكن احنا هنعمل اللود العادي خالص اللي احنا بنتكلم فيه. انا حبيت اشرح ده سريعا علشان الناس تقدر تستخدمه في عملية الصحة، تمام؟ مهم جدا عملية الصحة، بدل الماوس هنستخدم المسج اللي بتطلع أثناء التصادم، تمام كده؟ واحنا طبعا اتعلمنا ازاي نستخدم المسج يعني. اوكي، احنا دلوقتي مش عايزين ده خالص، تمام؟ احنا ده هنخليه مثلا ده قلنا له بي، هو اصلا ده مش شغال، تمام؟ احنا ممكن نقول له هنا بلاي، تمام ماشي، عايزين ده بس. اوكي تمام، احنا هنخليه بلاي، عايزينه يطلع معانا كده اللي هو عملية لود بالشكل ده كده، تمام. طيب اللود دي احنا عايزينه يبدأ يتحرك، وعايزينه لما يوصل لحد عدد معين احنا نخليه يشتغل كل فريم، تمام؟ وهنخلي ده صفر، تمام؟ وهنقول له add property، نقول له add، نقول له واحد، تمام؟ فلما نيجي هنشوف ده كده ونقول له start game، نشوف الدنيا لحد ما يوصل لحد 100، انا عايز يوصل لحد 100، تمام؟ طيب احنا ممكن نربط ده بنفس الفكرة اللي احنا عملناها قبل كده، تمام؟ يعني هو ده هنقول له add روبرت، تمام؟ هو احنا عملناه، حطيناه له، خليناه يرتبط بالبروبرتي اللي موجود. شوف لحد ما يوصل 100، هنيجي عند 100 فين، هنقول له هنختار حاجة اسمها في البروبرتي هنا، ونختار جريتر زين عشان ما يتعديش، لا ليس زين عشان ما تعديش 100، ونشوف. احنا ما ضبطناش ده، وكنا هنضيفه هنا، تمام؟ نشوف، المفروض مش هيتعدى 100، هيقف عند 100 بالشكل ده كده، هو ده اللي احنا عايزينه. طيب هو احنا وقفناه عند 100، طيب لما يوصل للعدد 100 هنقول له لو البروبرتي دي بيساوي 100، تمام، ايه اللي هيحصل؟ هنقول له اد سين، تمام، نقول له اد اوفرلي سين. السين اللي احنا هنحطه دوت هنقول له اسمه ايه، نيكست ليفل مثلا، يعني مثلا انا هاجي هنا اقول له نيو سين، اقول له نيو سين واسميه مثلا نيكست ليفل، تمام، نقول له شفته ايه من الكيبورد، وننزل بسيط، ننزل كاميرا كده، نقول له الت ار، تمام، نضغط كده نخليها ارسو كده كده، ماشي، نقول له شفته ايه من الكيبورد، نقول له نزل تكست، طبعا كنا اتكلمنا قبل كده على التكست، بقى ممكن هنقول نيكست ليفل، تمام، نعمل كده كده، ده اسمه نيكست ليفل، تمام، وهنقول
هنقول له انك هنظبط بقى التكست بتاعنا شوية، نعمل له اي حاجة كده. مثلا نيجي هنا قلنا ده التكست، هنقول له extrude او ديبس افضل بالشكل ده كده، تمام ماشي. هنقول له كنترول الت سي مش فروم كيرف ده عشان يتحول يبقى مش، تمام. هنقول له شيفت و ايه من الكيبورد وننزل كيوب، هنعمل بس كده، بس نصغر الكيوب كده، نعمل كده كده. تمام هنعمل نشوف يعني بالمنطق كده، خلينا كده. هروح بس لللود عشان هخليه تحت هنا. طبعا هو كده اللود ده مش هينفع يتحرك، هنقول له لازم نحط له نحط امبتي كيوب مثلا، ونقول له ده شيفت وده شيفت، نقول له كنترول بي عشان نخلي ده هو اللي متحكم، ونزله تحت هنا كده تمام. ضغطنا بيه مثلا كده تمام، سنة بسيطة كده، هنخلي ده يطلع معانا أول ما يوصل للمية، هيطلع معانا الوادي السين اللي هو نيكست ليفل، فبالتالي هو لما يوصل للمية هيظهر معانا نيكست ليفل، تمام. طبعا نيكست ليفل مش ظاهر معانا أي حاجة خالص، لو أنا جيت أقوله عند النيكست ليفل هنا وأجي أقوله ده ماتريال أي حاجة، هقول له مثلا أي حاجة كده مثلا، نشوف الدنيا هنا بلندر جيم، أشوف الدنيا واضحة معايا تمام. وده هنحط له برضو حاجة كده مثلا، نشوف بيه مثلا. طيب نروح نشوف ليفل لود، نقول له بي من الكيبورد، نعمل كده هيظهر معانا نيكست ليفل عشان نضغط عليه تمام. طيب بعد ما يظهر معانا نيكست ليفل هنيجي هنا هنقول له ده لما يعمل يبقى في 100 يظهر معانا نيكست ليفل، وفي نفس الوقت نسينا نقول له ماوس فيزابيليتي، الماوس بتاعنا هيشتغل، فبالتالي مجرد ما يوصل ل 100 الماوس بتاعي هيشتغل اهو تمام. فانا عايز اضغط على ده تمام، هروح رايح هناك على نيكست ليفل واقول له ده مثلا الماوس، اوكي هنختار ليفت ماوس، وفي نفس الوقت هنحط ماوس نقول له اوفر عشان الماوس يبقى واقف عليها تمام. ماوس اوفر، ايه ده استنى، لازم نعمل كنت هنسى حاجة مهمة جدا، الا وهي انا لازم اعمل دمج للاتنين دول مع بعض. ماشي هنختار الاتنين كده، نقول له كنترول جي من الكيبورد، كنترول جي من الكيبورد، فبقى الاتنين واحد. وبعدين هنقول له كده اديت ماوس، اديت ماوس كمان، ده ليفت ماوس وده ماوس اوفر عشان يبقى الماوس لما ايه اللي هيحصل، هنقول له فيزابيلتي اخفاء ايه ده فيزابيلتي ماوس، نقول له ماوس هنخليه الماوس هيختفي يعني بعد لما نضغط عليه الماوس هيختفي، وفي نفس الوقت هنقول له ست سين اللي هو هيروح لنا السين جديد. فين الست سين؟ عايزين نحط سين، ايوه نقول له ست سين تمام، ونقول له
remove scene، اختار بقى كل الحاجات القديمة اللي هو، اقول له برضو سين، سين كمان، هنشوف الحاجات اللي هتختفي بقى ايه اللي معانا، هنقول له ريموف سين، وده ريموف سين تمام. بس احنا هنشوف الريموف سين احنا عايزين نلغي ايه. عندنا اكتر من ريموف سين، عندك في مثلا هنقول ال هنقول ليفل 1 هيتشال تمام. طيب نجرب، عشان ايه انا بدأت اتوه، نجرب الدنيا تبقى ماشية ازاي تمام. وفي نفس الوقت برضو السين بتاعنا بتاع اللي احنا شغالين فيه دلوقتي اللي هو اللود سين برضو هيتمسح، اللود سين برضه هيتمسح تمام. طيب لو انا جيت هنا ده، احنا هنيجي من ليفل 1 وهنعمل نسخة تبقى الاصل منه، هنقول له كوبي فول كوبي تمام، بس هنسميه ليفل 2 تمام. فبالتالي انا هروح عند ليفل 1، هروح عند اللود، تحصل عملية اللود وانتقل، هنيجي نختار نيكست ليفل اهو. لا مش ده، فين؟ لا مش اللود بقى، هنختار نيكست ليفل، نيكست ليفل، نيجي نختار عند النيكست ليفل هنا ونقول له ليفل 2. طيب لو جينا نعمل كده بي، لو جينا نروح عند عملية اللود نقول له بي، يظهر هيفضل يفضل لحد ما يظهر معانا بالشكل ده كده، هضغط كده طبعا ظهر معايا على طول ليفل 2، ده ليفل 2 يا جماعة تمام. اوكي طبعا ده ليفل 2. لو انا جيت مثلا عند ليفل 2 وهعمل كده، هعمل حاجة بسيطة بس بسيطة قوي، وهقول له ايه هي، عادي انا ممكن مثلا هعمل كده عشان نتأكد بس ان ده ليفل 2. ممكن نحط اي تغييرات براحتك، اي تغيير انت عايزه ممكن تحطه، ممكن نحط التغيير ده مثلا، لا مش هينفع، ممكن احط التغيير ده هنا مثلا عند الباب مثلا. فبالتالي لو انا رحت عند عملية اللود كده قلت له بي، لا الدنيا شغالة معايا كويسة جدا، اختار نيكست ليفل، لاحظ ان الدنيا شغالة معايا. طبعا لو انا برضو عملت هنا كده هيظهر معايا يلوز، بس الريتري ديت هيدخلني على المرحلة الأولى تمام. انت خلي بالك تاخد بالك من النقطة دي كويس، لو انت هتشتغل في القايمة ديت وتعمل المراحل بتاعتك، فكل ليفل هيبقى له مرحلة لود معينة وهيبقى له مرحلة يلوزر معينة، بحيث ان انت لما تيجي تضغط ريتري يدخلك على نفس المرحلة تمام. وفي نفس الوقت في ليفل 2 في نفس الوقت في موضوع اللود عشان يدخلك على المرحلة اللي بعديها تمام. فنخلي بالنا من النقطة دي كويس. طبعا دلوقتي احنا عايزين بقى نقول له بعد ما يكسب فين ليفل 1، ده ليفل 1 تمام. فاحنا نقول له بعد ما يوصل، هو لما وصل لعدد معين بعت رسالة تمام. يعني احنا هنا قلنا له عدد الكوينز اللي طلع، ماشي هنروح عند الكوين فين نيكست نمبر، هنعمل كده، دي الكوينز الموجودة، انه لما يوصل لستة ايه اللي هيحصل. فاحنا قلنا له ريموف سين، وهيحط السين بتاع الليفل اللي هو بتاع اليونر، لا بدل اليونر ده هنحط اللود منيو تمام. فهنيجي هنا عند ليفل 1 ونشوف كده بالراحة،
نحاول ان احنا نعدي المرحلة، او ان احنا نعدي المرحلة بسهولة. مش قادر. تمام، هليكوا بالشكل ده كده. احنا نسينا نربط عملية الكوليجن. يعني لو احنا ملاحظين هنا في النط كان حصل عملية كوليجن، صح؟ استنى بس كده عايزين نتأكد فين الجام اللي هو السبيس ده. سبيس حصل معانا هنا. طيب لما حصل كوليجن بده اسنسف، طب ماشي احنا عايزينه كمان، هنحط له كمان كوليجن، كمان كوليجن ده ده مسمينه ال ايه. طيب هنقول له هنا لما يحصل كمان كوليجن ادي كوليجن بال ال ايه، ممكن بس هنرفعه فوق. لما يحصل كوليجن بال ال ايه هتعمل ايه؟ هتقول له ساين جامب زيرو. اوكي، ده عايز بس يترفع سنة. تمام، نيجي هنا هنعمل كده ونشوف الدنيا ماشية ازاي. الموضوع تصدق الموضوع صعب. الموضوع صعب بصراحة. كده مثلا عليكم كده. اوكي تمام، فانا شغال، عمل معايا، هيحصل معايا عملية اللود على النيكست ليفل، روح جاي رفع. يا اما كنت مثلا اقول له يو وينر، تمام، ويحصل اللود، يعني ناخد النافذة بتاعت اليو وينر ويحصل فيها عملية اللود، وبعد كده الوينر دي تختفي ويظهر معاها بدلها النكست ليفل. براحتك على حسب ما انت عايز، اهم حاجة نكون فهمنا الفكرة ماشية ازاي. بصراحة انا مش عارف، انا حسيت ان انا قصرت في الدرس ده. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا قدر الامكان منه، وراجعوا الدرس مرة واتنين وان شاء الله هتفهموه كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.